مشاهدينا العزاء تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد مع انطلاقة من انطلاقات الخير والعطاء، انطلاقة شوطنا 12 للقعدان لإذاعة المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أو أمامكم مشاهدينا الكرام التوقيت الأفضل في هذا المساء، هي من سيطرت به كيف وكيفت مع التوقيت الزمني بزمن وقدر 8 دقائق 48 ثانية خمسا من الأجزاء. ما زالت كيف هي صاحبة التوقيت الأفضل وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. مشكور يا أبو محمد واسعد الله مساك. نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول. نذهب إلى القيادة، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق. هنا من تسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء عبر سيدة القنوات الرياضية التابعة والناقل لهذا الحدث من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة الذي يشهد هذه الانطلاقات المقدمة والمركز الأول. الباز أو اللي هناك اللي هو البصير، البصير أو الباز، الباز مع المقدمة، الباز من يسيطر بمقدمة الشوط. تعود الملكية لسعادة الشيخ سعود، لسعادة الشيخ سعود بن فهد أو بن حمد بن عبد العزيز آل ثاني. عملية التدريب والعناية التامة مشاهدينا الكرام، من يتولى عملية التضمير حسين بن محمد بن سفران هو من يتابع هذا الانطلاق. انتقل مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من يسيطر مع ثاني المراكز، البصير من هجن الشحانية، سالم بن فران المري الذهبي من يرافق هذا الشعار والانطلاق. المركز الثالث وصول وانطلاق مشاهدينا الكرام، من الفارس لهجن الرياسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. يدور دور المركز الرابع، وصل هنا وانطلق شاهين. تعود الملكية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وحان دور اللي هو شاهين. تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد قاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري، يتولى عملية التضمير. المركز السادس وصل هنا وصيف لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايم بن علي الغيلاني. بو حمد يتابع هذا الشعار، يتابع هذا الانطلاق. نقلتنا مع المركز السابع، وصل هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير الكتبي، يتولى عملية التضمير. المركز الثامن وحان دوره مباشر لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي الواثق، يتابع هذا الانطلاق. تاسع المراكز وصل الرامي لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب، من يرافق هذا الشعار والانطلاق. عاشر المراكز، من يتقدم شديد لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هكذا النداء الأول اكتمل لهذا الشوط. المراكز المتقدمة أذعناها كاملة مكملة. نعود مع الباز، الباز مع المقدمة مع المركز الأول لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سفران، يتابع انطلاق الباز، يتولى عملية التضمير. من يرافق هنا البصير، يرافق الباز مع الصدارة. البصير لهجن الشحاني سالم بن فران المري الذهبي، يرافق هذا الشعار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هن من يسيطر بالقيادة والصدارة، الباز هنا والبصير مع القيادة والصدارة. المركز الثالث ينطلق مشاهدين الكرام، الفارس لهجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز، يتابع هذا الانطلاق. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، وصل شاهين لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، يتابع هذا الانطلاق، يتولى عملية التدريب والعناية التامة.
الهامة. النقلة المباشرة مع المركز الخامس وصل هنا وتقدم شاهين، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري، ولكن من الجانب الآخر ينضم هنا مباشر لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي الواثق وتابع انطلاق مباشر مع سادس المراكز أو خامس المراكز. هنا من ينتقل انتقالة ممتازة وصل هنا، والصيف يتقدم من مركز إلى مركز لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل الهيان نايم بن علي الغيلاني. بو حمد يرافق هذا الشعار بعملية التضمير، وصل هنا وانطلق مشاهدين الكرام. من يغير في هذه اللحظات ينتزع المركز السابع بكل قوة هنا وبكل جدارة الرامي مشاهدين الكرام من أرمى بالهدف من أجل الناموس لهجن الشحانية المشاغب. من يتابع الرامي محمد بن خالد العطية، هكذا النداء هكذا الانطلاق هكذا المسار. نعود مع البداية والعودة أحمد مع مقدمة الشوط مع البصير والباز في صراع الأبطال في صراع الأقوياء مع مقدمة الشوط مع المركز الأول كيلو ونصف الكيلو. أذكر لمن يريد التذكير بأنه الفيصل عن خط النهاية، والبصير من سمع الإعلان استلم القيادة استلم المركز الأول هنا بقيادة الذهبي البصير من هجن الشحانية سالم بن فاران المري. الذهبي يتابع الانطلاق، ولكن وصول من الفارس. الفارس غير من مركز إلى مركز، أعلن وجوده وذهب للصدارة، وهنا مباشر الكل ينطلق 1200 متر، وأيضا انطلاق من شديد الهجن الرياسة وانطلاق مميز من شاهين لسمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف آل هيان. الأربعة في صراع قوي في معركة داحسة غبراء من أجل الفوز والناموس. كيلو لا بعد كيلو يا في طاحلة التضمير مباشر وهو على الهواء المباشر، ما زال يسيطر مع مقدمة الشوط مباشر لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، ما زال مسيطر بمقدمة الشوط. الفارس مع المركز الثاني، شديد مع المركز الثالث، وشاهين مع المركز الرابع. حان موعد الأوان، حان موعد الرقص والإبداع مباشر يا سلام. وأيضا هنا هملول وأول إذاعة لهملول، واجهنا في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس النبي يتابع الانطلاق. ديروا البال من هملول، واصل في هذه اللحظة واصل يا سلام، ولكن مباشر وشديد هملول والفارس، ولكن هنا شديد بشدة للناموس. هملول من الجانب الآخر، هملول وشديد وهملول. واجحنا مع 500 متر الأخيرة، يبي الفوز يبي الناموس يبي الزعفران. مشكور يا الزعيم هملول الأقرب، سيطر مع البداية سيطر مع المركز الأول سيطر مع الناموس مع الانتصار. أسعدت مساء محفوظ من خميس النبي، تهانينا والناموس لسمو الشيخ، ومشكور يا ابو ناصر يا بن حضير من الكتبي على هذا الاداء والابداع. تهانينا والناموس لسمو الشيخ يا بن محمد بن زايد آل هيان. وإلى محفوظ من خميس النبي المركز الثاني شديد مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة، والمركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام مباشر لهجن العاصفة، والمركز الرابع الفارس لهجن الرياسة. خامس المراكز وصل شاهين لسمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف آل الهيان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ها هو أمامكم الإعادة والتحدي والمتعة والإثارة، ولكن هملول في الأمتار الأخيرة من واجهنا واستطاع ينال شرف ناموس هذا الشوط، وهدي الفوز والناموس إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان، وإلى الزعيم محفوظ بن خميس آل نيبي. مشكور يا أبو ناصر على هذا الإبداع. سعى دقائق 14 ثانية أو 15 ثانية وفاء وتمام. انتهاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وإلى محفوظ بن خميس النبي شديد في ثاني المراكز. 9 دقائق 15 ثانية ثلاثة من الأجزاء ووصل في ثاني المراكز اللي هو شديد لهجن الرياسة. تهانينا للبارع عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي من حل في ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام 9 دقائق 17 ثانية 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس اللي هو مباشر لهجن